فيما يخص الذكر يعني كما يعلم الجميع أن الطاقة الوظيفية لملعب الشاهد الحملاوي بولاية قسنطينة هي تسع 32,000 مقعد، دونك حنا يعني تم طبع 32,000 تذكرة وضعت للبيع إن شاء الله. ثمن تذكرة راح يكون 300 دينار جزائري، ثمن موحد راح يكون 300 دينار جزائري. فيما يخص أماكن البيع راه يتم فتح يعني عدد كافي من أكشاك بيع تذاكر على مستوى الملعب الحملاوي. كبيرة فيما يخص وسائل الاستقبال للمتفرجين للزبون الزائر الجزائري لمدينة قسنطينة، لأن مدينة قسنطينة تعززت بفلذق في مستوى عالمي وتقدم خدمات على مستوى الطراز العالمي، وكذلك عدة فلذق بإمكانها الاستقطاب واستيعاب عدد كبير من المتفرجين الذين سيأتون بدون شك.